اليوم افون تتنظم الحفل السنوي ديال احسن رؤساء المجموعات واحسن الممثلات ديال والممثلين ديال افون في المغرب كامل. حاضر معنا تقريبا واحد 350 شخص من المغرب كامل، من الدار البيضاء، الرباط، مراكش، طنجه، وجده، اكادير، العيون، الداخله، تقريبا جميع المدن كامله. وهذه مناسبه باش نبغوا نشكروا هاد الناس اللي بلا بهم افون ما يمكنش تزيد لقدام، وهما اللي تيدفعونا وتيخليونا نزيدوا لقدام. اغلبيتهم النساء اللي نقول لاكوز ديالهم هي لاكوز ديال افون، وداكشي علاش يخلينا ديما حنا ناجحين اونصومبل. وتنشكر جميع الناس اللي ساهموا في هذا الحفل، الناس ديال افون، الناس ديال الفيلد، الصحافه اللي جات حضرات هنايا تنشكروها بزاف، لي بلوغور وجميع الناس. وترحب بكم وتنتمنى لكم تدوزوا معنا وقت جميل. شكرا. معكم خديجه شهاب، مديره على ديفيزيون تاع الغابه. اليوم تبارك الله وصلى عندي كنحتفلوا بلي ميور مومبغ ديالنا ديال الشركه ديال افون، لي كلوب دو شامبيون ولي كلوب دو ديريكتور. بهذه المناسبه كنهنيهم على المجهودات ديال العام كامل تاع 2017، وان شاء الله كنقول لهم ان شاء الله العام الجاي نكونوا نحضروا بكثافه ونحضروا الدوبل ديال هاد الناس اللي حضروا دابا. ومعكم زينب بوطالب فورماتريس تاع ديفيزيون غابه. سلام. وي الوغ حنا فرحانين بزاف بوغ هاد ليفينمون، لان كيحضروا فيه لي ميور ديال المغرب كامل بالنسبه للشركه ديال افون، وهذا شرف لينا بزاف اننا نحضروا فيه، وهاد الناس اللي تالقوا بزاف. وميرسي بوكو لالا مولاتي. واحد الحاجه بغيت نقول لكم، كنشكر لالا مولاتي اللي مرافقانا دائما في لي زيفينمون ديالنا ودائما مواكبانا، وتنتمناو لها النجاح والتالق كثير، حيت هي كتواكب المراه وحنا غاديين بحال بحال، يعني حتى الشركه ديالنا كتشجع المراه وكتزيد معها القدام. ميرسي بوكو، باي باي.